أنا أبيع ورد على الكورنيش، الناس تعرفنا هاي الوردة بيها بنتين للخليجيين، يا خليجي شوفوا أعطي وردين، هم جايين إنه فطارنا بيوتنا مفتوحة إلهم، شيرد وخليجي 25، هاي الورد للخليجيين ببلاش. العراق تفتح قلبها قبل أبوابها أمام ضيوفها من الخليج، هذا ما يتداوله المغردون العراقيون على منصات التواصل الاجتماعي، وهذا في إطار الاستعدادات لإقامة كأس خليج 25 بصراوي. وكنا بالفعل مشاهدين تحدثنا عن الكأس في برنامج منصات قبل أيام، إلا أن التفاعلات العراقية مع الحدث ما زالت مستمرة، خصوصا في إطار الترحيب بالزائرين من مختلف الدول الخليجية.